حلوة قوي بجد، يجنن يا رفعت. ميرسي ميرسي ميرسي. بقولك ايه، القعدة ده جامد حبي شغلي، ده بقى الكل في الكل، عايزك تاخدي بالك منه قوي. ها اوكي يلا بينا. مناف دي بقى منار صاحبتي الانتيم، رفعت بيه شهري طبعا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. انتي مدبوخه مالك كده ليه؟ يلا تفضل. اهلا اهلا مدحت بيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت يا حضرتك كويس؟ الحمد لله يا فندم. احب اعرف حضرتك على سالي خطيبتي. اهلا نورتني. اسمحي تقبلي مني الهديه البسيطه دي؟ يا كل سنه. ثانك يو. وانت طيب؟ شكرا جدا جدا يا مدحت بيه. منار صاحبتها الانتيم. اهلا وسهلا. اتفضلوا 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 يا واطي اتفضلوا. ايه الجمال ده؟ ازيك يا رفعت؟ لا طبعا انا ما اقدرش اجي معاكي، انت عارفه رفعت زوجي ده ممكن يعمل فيكي ايه؟ بقول لك ايه، انا مخنوقه وروحي في مناخيري، مش عايزه تيجي. حاضر اتفضلي. ايه ده، هتنزليني هنا؟ ايوه مع الف سلامه، وخلي بالك من روحك وانت مروحه. ماشي يا امير، خدي بالك على نفسك. حاضر. مع السلامه. ده احنا اللي نتشرف بعزومتك يا مدحت بيه. وطبعا منار هتبقى معانا. يا خبر ابيض، العزومه دي معموله مخصوص عشان خاطر منار. ميرسي قوي يا جماعه، بس بصراحة كده مش عارفة إذا كنت هقدر أجي ولا لأ. مالكيش دعوة أنت، أنا هاخد لك الإذن. إيه هو بابا مانع إنك أنت تسهري؟ لا هو في الحقيقة مش موجود، متوفي. يبقى ناخد الإذن من ماما. طبعا إذن حضرتك. على إذنك. إيه؟ قلقانة ليه؟ إحنا لسه بدري. مش عارفة، هي المفروض يعني سيري كانت هتوصلني، وأنا كده شكلي هتأخر. يا ستي مفيش مشكلة، أنا عربيتي بالسواق بره، أو أنا أوصلك بنفسي. لا ميرسي أوي، شكرا. خلاص السواق بره، وقت ما تحبي تروحي أمريني وأنا أخليه يوصلك. أعمل حضرتك عايزة الباشا اللي مشغلك. ثانية واحدة. أيوة يا باشا، الست منى هانم لسه واصلة حالا، وعينيها مليانة شغل. حاضر يا باشا، هطلع لحد ما حضرتك توصل. على طول. مين قال على وصول؟ لا يا حبيبي، قول له يفضل مرتاح، انا اللي بخلاه. شش شش شش، حاضر يا باشا. اوعى. اسماعيل، انت اللي جابك هنا دلوقتي. اللي جابني؟ وحشني جيت اشوفك، ولا خايف اعمل لك فضيحة؟ اسماعيل بس، اللي انت مش عارفة تفهميه يا ميرة. اوعى تنطق اسمي على لسانك. دي لا، اللي انت مش قادره تفهميني ان سالي دي مجرد بابليك ريليشن بي ار، تعمل لي شغل وخلاص. النهارده بس كسبتني 5 مليون جنيه، تقدر دي عليها 5 مليون جنيه. روح انت راجع على طول بس لو سمحت، روح وجاي. هتيجي؟ ماشي يا رفعت، انا النهارده العفاريت بتتنطط في وشي، انت فاهم ولا لا؟ طيب طيب. ماشي يا باشا؟ ماشي يا باشا. ميرسي على احلى يوم انا قضيته مع حضرتك، وانا سعيده قوي ان انا اتعرفت على صاحبتك الجميله. ميرسي قوي، ده ذوقك يا باشا. ميرسي. بعد اذنكم. اتفضلي. بعدين بعدين، في سبب تحبي بعدين؟ لا طبعا، منار صاحبتي قاعده معايا. كده؟ طب برافو عليكي. بقول لك استني واحده وارجع لك على طول. اوكي. انا لازم امشي دلوقتي عن اذنك. تمشي تروحي فين؟ لازم اروح اشوف سيلي كده. يا ستي السواق بتاعي وصلك. لا طيب ما اعرفش. يا سامي. ايه يا حبيبتي؟ انا لازم امشي دلوقتي، انا اتاخرت قوي، مش هينفع كده. معقوله؟ انا لسه هفتح البوفيه دلوقتي حالا. لا 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 ما اقدرش ما اقدرش. انا قلت لها السواق بتاعي وصلها، هي مش موافقه. ايوه بس ما فيهاش حاجه، السواق هيوصلك لغايه البيت. بس انا متضايقه. وانتي طيبه حبيبتي. على اذنك. باي. يا ترى هتسمحي لي اشوفك مره ثانيه؟ افندم؟ على العموم ده الكارت بتاعي، لو قصد اي حاجه ارجوك تتصلي بيا، وانا هبقى سعيد قوي لو كلمتيني. ميرسي قوي.
خلي السواق يوصل لها. حاضر. انا اسمك. تفضل. يا باشا عجبك؟ أوي 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 يا رفعت. بس هي فين وأنا فين؟ آه لو كنت شفتها من 20 سنة. اوعى تقول كده يا باشا، طب ده انت حتى في عز عنفوانك لو عجبك قوي. سيب الموضوع ده عليا، انا اخوك الصغير في المقام طبعا. تتكلم بجد؟ ممكن اعرف كنت فين لغايه دلوقتي؟ الساعة واحدة بعد نص الليل، الناس يقولوا ايه؟ اتجننتي؟ جرالك ايه يا رفي؟ ما انا قلت لك البنت كانت في عيد ميلاد واحدة صاحبتها. متأسف يا ادم، طول ما انا موجود في البيت ده الكلام ده ما يحصلش، قلت الكلام ده قبل كده وهقوله كل يوم، وقعدنا في البيت بشروط. شروط ايه يا اوكي؟ في ايه؟ ده انا حاجة. بقولك ايه؟ انت هتجيلي حدود ولا ايه؟ خلاص بقى يا رفي، خلاص كفاية، حرام عليك كده بقى. على فكرة انا مش مضطر اسمع الكلام ده، انا اصدقكم. سامحة، شايفة؟ البنت بتزعقلي، ده نتيجة دلعك ليها. ودي صوتك، كفاية كده. أكيد الطريق كان زحمة والبنت معرفتش تيجي، اتأخرت. خلاص يبقى بعد كده مفيش لا خروج ولا سهر ولا زفت، وإذا كنت أنت معرفتش تربيها أنا هربيها لك. بس بقى كفاية، حرام عليك، كفاية. طب وحياة ماما عندك عشان خاطري، ما تزعليش من عمك رفقي. تعبت يا ماما وزهقت بقى، ده انا حتى صممت امشي قبل ما يطفو الشمع، اكيد سالي دلوقتي زعلت. طيب امسحي دموعك يا حبيبتي، واعتذار صغير كده كل حاجه تخلص. متاسفه يا ماما، انا ما غلطتش عشان اعتذر ومش هعتذر. انا كل اللي بلاقيه ربنا ان يخلصني بقى من العيشه اللي انا عايشاها دي. وارجوكي بقى نبيه ان انا مش موافقه على الشروط اللي هو بيتكلم عليها دي، انا ممكن من بكره الصبح اسيب البيت واروح اعيش مع عمتي. ايه اللي بتقوليه ده يا منار؟ هو انا ليه غيرك؟ يا ماما انت كان قدامك اختيار من الاثنين، يا اما انا يا اما عمي رفقي، وانت اخترتيه، يبقى خلاص. لغاية امتى هتفضلي تستحملي اللي بيحصل ده؟ لغاية امتى هيفضلوا يتحكموا في مصير حياتك؟ ليه استسلمتي للوضع اللي انت فيه ده؟ ليه استسلمتي للوضع اللي انت فيه ده؟ ليه ما تجادليش تصوري عليهم كلهم؟ ليه ضعيفة وحاسة بالضياع؟ ليه؟ حاسة ان الموت هو الحل الوحيد اللي انت مستنياه؟ ليه يا سارة؟ ليه؟ يعني سلمى نامت وانتي قاعدة لوحدك؟ لا يا حبيبتي مش هتأخر، هما كلهم يومين وحاجة على طول. طب انتي مش عاوزة أي حاجة؟ طب يا حبيبتي الصباح الخير. حاضر يا بنتي حاضر. يلا باي باي. يا أستاذ أنت مش جاي معانا ولا إيه؟ يا عزيز حد يخرج يساعدني؟ ثم ايه الوجاهه اللي انت فيها دي؟ يا عم ولا وجاهه ولا حاجه. وبعدين هنا مش بيسهروا قبل كده. انا مش جاي لي نوم، انت عارف المود بتاعي شكله ايه. الكومباوند عامل حفله على بسين، فيها رقص وفيها غنى. يلا بلاش كسل، يلا بينا. انا كسلان يا سيدي وعايز انام بدري. روح انت اسهر وانبسط وبحكي لي الصبح ايه اللي حصل. هتندم يا كسلان. هتندم. ابدا مش هندم ابدا. تصبح على خير.
سلطان جاي؟ فين؟ اه بتهزري، انا مبسوطه قوي، كان نفسي اشوفه النهارده. بابي بابي بابي، عايزين سلطان هنا، عايزين سلطان. عايزين سلطان فين؟ اهلا احمد، ايه؟ ازيك يا حسن؟ والله بعد ما شطتك زي البوم. طيب بعدين دقيقة واحدة، أنت مش غريب ها؟ على طول كده. هاي عزيز، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله تمام. إيه معقولة كده ما بقيناش نشوفك خالص؟ يعني نسيت أعرفك، ريهام صاحبتي. مساء الخير. إن شاء الله. واضح ان في مشكله في العربيه، فتحبي الك نظره؟ ميرسي قوي، انا بس انا كده هتعبك. لا ابدا، مفيش تعب ولا حاجه، انا اسف. طب دوريها كده. كده تعبتك معايا. لا ما فيش تعب ولا حاجه، تحبي امشي وراكي؟ لا شكرا، مش عايزه اتعبك، ميرسي قوي. تمشي لوحدها وعذاب الدنيا كلها في عينيها ليه؟ ليه يا عزيز؟ اتفضلوا يا شباب. شكرا يا سالم. روح انت. يعني انت ما عرفتش عنها اي حاجه؟ ما عرفتش حتى اسمها؟ لا ما عرفتش. كل انا عرفته ان انا لقيت نفسي قدام ملاك جميل وحزين، اكيد وراها قصه وانا لازم اعرف القصه. بس الحاجه الغريبه ان انا ما شفتهاش قبل كده في الكومباوند. يمكن كانت جايه تزور حد هنا. لا لا يا هشام، ما تفتكرش. انا بقالي زمان قوي ما شفتش وش جميل وغريب بالشكل ده. عزيز جرى ايه؟ احنا جايين ننسى قصه حب قديمه، هنبدا قصه جديده؟ لا يا هاشم، ولا هنبدا قصه جديده ولا حاجه. انا فجاه لقيت نفسي قدام كتله من العذاب متحركه بدور على حاجه. الحاجه دي هي مش لاقياها. انا لازم اشوفها تاني يا هاشم، لازم اشوفها تاني. بقى يا حبيبتي، انت عارفه الساعه بقت كام؟ مش قادره يا ليلى، تعبانه، مش قادره اشيل دماغي، عندي صداع فظيع. ما هو اللي عملتيه في نفسك طول الليل عياط عياط، هو كان ايه بس اللي حصل؟ لا اللي حصل كتير قوي يا ليلى، ولسه هيحصل اكتر واكتر.
الله يرحمها ويحسن اليها. طب ما هو طول ما انت قاعده ترسمي كده وحاطه الصوره قدامك هتقعدي تفكري في اللي جرى واللي كان. انا مش عارفه احبها ولا اكرهها، انساها ولا ادعي ربنا يغفر لها. طبعا يا بنتي تدعي لها، دي امك اللي كان روحها فيكي. عمرها ما كانت روحها فيا، روحها كانت في نفسها هي وبس. طب يا بنتي مادام خلصتي الصوره دي شيليها واعملي حاجه تانية. لا يا لادة لا، لسه ناقص حاجه مهمه جدا، حاجه لسه ما عملتهاش. نظره عينيها دي، لازم نظره عينيها تحيك تبقى مليانه ادانه. يا بنتي كلميني في حاجه افهمها. ايه ده، انا ازاي يعني مانيش فاهمه؟ ندى بقول لك ايه، هما قالولكيش جايين امتى؟ محدش كلمني غير دلوقتي. احسن يا رب ما يجوا، يا رب على الاقل اعرف ارسم براحتي. حسبي الله ونعم الوكيل، يا ريتهم يسيبونا على راحتنا شويه. بقول لك ايه، قبل ما تاخدي حمامك هحضر لك الفطار، اجيبهولك هنا ولا اوديه في الجنينه؟ لا في الجنينه. من عيني يا نور عيني. يلا عشان تفطري، تعالي ضراني. متشكرة قوي دادا. خلي بالك انت من امبارح ما كلتيش ولا لقمة، انا هفضل وياكي لغاية ما تخلصي فطارك. مش عارفة والله من غيرك انا كنت عملت ايه. ايش حل لو ما كنتيش اتولدتي على قدايا؟ هو انا ليا حد في الدنيا غيرك يا بنتي؟ ايوه دادا، بس انت ما بتشوفيش ولادك خالص. ولادي؟ هما فين ولادي دول؟ على رأي المثل، قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي عليا حجر. انت بنتي اللي ما خلفتهاش. المهم فاضلك كام صوره عشان تعملي المعرض. يا دادا ده حلم، ويعلم هيتحقق ولا لا. ده انا حتى ايدي بدات تترعش دلوقتي وانا برسم، ومحدش فيهم فكر حتى يوديني للدكتور. انا اوديكي يا دناي، انت بس تكتبي لي عنوان الدكتور وانا اوديكي لغايه عنده. يا ستي يا رب، هي الدنيا حصل فيها ايه؟ يعني انت كنت فاهم ان انا مش هعرف انها جات لك امبارح بيتي كمان؟ يا شيخ اسيبك منها، دي ست مجنونه. اسيبني منها ازاي؟ انت بتهرج يا رفعت؟ لا بقول لك ايه، خلي بالك من كلامك. بعدين لاحظي ان انا قلت لك على الموضوع ده قبل كده، انا ما كدبتش عليكي، قلت لك ان دي كانت فتره وانتهت خلاص. يعني ايه، انا اللي هشيل اللي لو قلت لك تخرجي نفسك منها. وبعدين يا سيدي يا حبيبتي لازم تعرفي ان انت هتبقي مراتي. انا ميرا ماردي، فكانت فتره في حياتي وخلصت خلاص. هي اسمها الحقيقي ميرامار؟ ايوه يا ستي، اسمها الحقيقي ميرامار، وبيدلعوها يقولوا لها اميره، وامها كانت رقاصه برضه واسمها بتعه. عايزه تعرفي اي حاجه تاني؟ ايوه، عايزه اعرف هي جات لك عشان ايه؟ عايزه ايه؟ سبين عندها مشاكل كتير قوي قوي قوي، دي ست غلبانه اغلى من الغل. كفايه تعرفي ان عندها بنت مجرجراها طول الليل والنهار على المستشفيات مدمنه. يا ساتر يا رب. شفتي بقى انك كنت ظلماني؟ بصراحه يا رفعت انا مقلقه منك. لا يا حبيبتي، اوعي تقلقي مني ابدا. اول حاجه نسيت، انا كنت عايز اعرف شويه معلومات عن صاحبتك دي اللي اسمها منار. تعرف معلومات عن منار؟ ليه؟ لا لا لا، ما تبقيش عامله زي النمر المتوحش كده ابدا. كل الحكايه ان الباشا سال عليها، ولما مدحت شهري يسال على حاجه كذا مره يبقى انا لازم افهم. يعني ايه يا رفعت؟ مش فاهمه. كمان ما تفهمنيش غلط ابدا. كل الحكايه الراجل من ساعه ما مراته ماتت وهو عايش في فراغ حرام، عشان كده عمال يملى حياته بارتيات وحفلات وعزايم. هو قال انه عايز يشوفها. شوف انت امتى بقى، على الغداء على العشاء مش مهم. يشوفها ازاي يعني؟ عريس يعني؟ يا سلام، هو في حد طاير اليومين دول؟ دي حتى تبقى تقطع تقلد في حجلها وهتشوف عز ما شفتوش في حياتها. يا اخي حرام عليك، دي قد بنته. اها، طب ما انت قد بنتي برضه. هي دي الموضه اليومين دول يا عبيطه. والله مش عارفة، هفكر وأقول لها. إيه؟ يعني إيه ما أقدرش أشوف بنتي النهاردة؟
النهاردة أنا منصحش لأنها عصبية جدا وقاعد معاها دلوقتي الدكتور نبيل المسؤول عن علاجها. طب حتى أسلم عليها بس؟ بلاش النهاردة يا مدام نيرة. أصل صراحة دكتور من ساعة اللي قالتهولي امبارح وأنا قلقانة جدا. قالت لك إن الحبوب بتجيلها لغاية عندها هنا في المستشفى، مش كده؟ أيوة دكتور. وطبعا حضرتك متصورة إن الكلام ده حقيقي. طب هي ليه قالت كده؟ يعني هو نوع من إسقاط العذاب عليكي. يعني هي قصدت تعذبني؟ طب ليه؟ هتفضل طول العمر تدفعني ثمن شغلي مع إن شغلي ده هو اللي صرف عليها وهو اللي بيأمن لها مستقبلها؟ هي ليه مش قادرة تفهم ده؟ ليه؟ مدام ميرا، للأسف إحنا في مجتمع ما بيرحمش، علشان كده في ناس كتير بتفضل إن ولادها يخرجوا بره مصر يدرسوا، يعني بيبقى ده حل مؤقت للمشكلة. ايه؟ يعني حضرتك قصدك انها تسافر وتسيبني؟ لا ما اقدرش على بعدها، دي بنتي الوحيدة، هي كل دنيتي، انا ضيعت عمري كله عشان اضمن لها هي مستقبلها حتى بعد ما اموت، لكن دلوقتي عشان خاطرها انا مستعدة اسيب شغلي، لكن هي تبعد عني لا، دي هي اغلى حاجة في دنيتي، اغلى حاجة في دنيتي. انا بكرهها، انت ليه مش عايز تفهم يا دكتور؟ انا لغاية دلوقتي مغيرة 3 مدارس عشان خاطرها، البنات كانوا بيقعدوا يقولوا عليها كلام سخيف قوي ما قدرتش اتحمله. احنا اتفقنا على ايه؟ انت فين شخصيتك؟ فين اقتناعك بفكرة شغلها؟ لازم تعرفي ان الاخلاق ما بتتجذبش. يعني ايه؟ يعني ماما رغم نظرتك ليها انسانة معروف عنها انها خيرة جدا وبتعمل خير كتير وناس كتير عايشة في الخير ده، ومع ذلك ما بتتكلمش عنه خالص. ليه مش قادرة تحسي بده؟ انت بتتكلم دلوقتي زي المحاضر الشاطر، لكن انت ما تعرفش انا كنت بحس بايه لما كانت بتسيبني كل يوم بالليل وتخرج، ولما كانت بترجع بالليل متأخر كنت بعمل نفسي نايمة عشان ما اكلمهاش، وتاني يوم كنت بنزل المدرسة وهي نايمة برضو. ياما جابت لي مربيات من كل جنسيات العالم وكانت بتدفع لهم ألفات، لكن أنا عمري ما حبيت ولا واحدة منهم عمري. نجوى، أنا مقدر كل اللي أنت بتقوليه ده، بس لازم تعرفي إن محدش فينا بيختار حياته، إحنا بنتولد بنلاقي ظروف مفروضة علينا ولازم نتأقلم معاها، لازم لازم يا نجوى. إذا كنا بنتكلم عن روح القانون فده موضوع كبير جدا جدا محتاج لشرح وفهم. بنود القانون احنا عارفين ان هي ملزمة وتحترم وتنفذ طبقا للقواعد القانونية، اما روح القانون فدي بترجع للمبادئ الاخلاقية، النظرة الشاملة للمعايير الاجتماعية. ده مدخلنا النهاردة وحنكمل ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. في اي اسئلة؟ تفضلوا. اعرف بس الحزن اللي في عينيك ده من ايه؟ اكيد في سر في حياتك، اكيد. ايه بنتي كنت فين؟ زمالي كلهم طلعوا بقالهم ساعة، ايه قاعدة بتعملي ايه جوه؟ هاي هاي، ايه بنتي كنت فين؟ زمالي كلهم طلعوا بقالهم ساعة، ايه قاعدة بتعملي ايه جوه؟ دكتور عادل يا انجي. عادل مين؟ عادل المراغي يا انجي، في ايه؟ عادل المراغي ماله دكتور عادل؟ قد ايه قاري وفاهم ومثقف بس على طول حزين، جواه كم زعل غريب قوي، هموت واعرف حياته فيها ايه. جرى ايه يا سلمى؟ ما تفوقي، انا كنت فاكره ان عاطفك دي مجرد وهم وهيروح لحاله، لكن لا انت زودتيها قوي. وعلى فكره بقى، انا اجلت سفر الغردقه النهارده عشان افضل معاكي وما اسيبكيش لوحدك،
لكن مش عارف عزيز اتأخر كل ده ليه. الحمد لله كويسة. طيب ايديك لو قعدت؟ انت قعدت. طب ممكن اعرفك بنفسي؟ في الحالة دي طبعا انا مضطرة اني اعرفك بنفسي. يا ريت ما تفهمينيش غلط، انت امبارح كنت منهارة وانا مش قادر انسى دموعك لغاية دلوقتي. اعتبريني صديق، صديق اسمه عزيز سلطان. اوكي انا هقول لك اسمي. انا اسمي سراء. الله سراء، اسم كانه جاي من الجنة. مرسي قوي، متشكرة قوي. اوعي تهربي مع الشمس، عشان كده ولا كده الشمس بترجع تاني، يعني ده وعد ان انا هشوفك تاني. صدقيني انا عاوز اتكلم معاك، عاوز اعرف تعملي ايه، بتدرسي ايه؟ انا خلصت فنون جميلة وبحب الرسم قوي. بترسمي؟ بالظبط، وتحديدا بورتريه. الرسم ده اجمل فن في الدنيا. وترى عملتي معارض قبل كده؟ لا لسه، بس ده امل. عشان كده انت جيتي للهدوء عشان ترسمي، مش كده؟ بالظبط كده. يبقى انا فهمت سبب القلق ده ايه. انت فنانة والفنان بطبيعته ان هو يبقى قلقان، بس مش لدرجة الدموع. ويا ترى يعني الدموع دي سببها ايه؟ يعني اسباب كتير قوي يعني، ومحتاجة انها تتشرح في كتاب، بس كتاب مش من حق اي حد ان هو يقرأ، لان في اسباب شخصية. انا معتبر ان احنا اصدقاء. صدقيني انا سعيد جدا ان انا شفتك وتعرفت عليكي، بس انا معرفش عنك اي حاجة. اقولك يا ستي، انا ورثت عن والدي شركة صغيرة استيراد وتوزيع، الحمد لله قدرت اكبرها لغاية لما بقت مجموعة عزيز سلطان. لما والدي والدتي توفهم فوجئت ان انا مسؤول عن اخواتي الصغيرين انجي وسلمى. ما قدرتش ارتبط باي حد، عشان لازم يدرسهم ويكبروا شوية. يعني انت لسه مش متجوز؟ لا، هي لما فكرت جديا في الموضوع ده خدت صدمة كبيرة. لسه متضايق؟ لا، انا لما اخد قرار بنسى تبعاته وعمري ما ببص ورايا. وجاي هنا بقى علشان تنسى صح؟ لا، انا جاي هنا عشان اغير جو. وانت؟ انا ايه؟ ما تتخطيش كده، انا بسأل سؤال عادي. انت هنا مع بابا وماما؟ الله يرحمه، ومن فضلك بلاش تسألني ولا سؤال تاني. انا اسف، ما اقصدش. اما انا عارفة انت ما تقصدش، ولا هو يقصد ولا هي تقصد ولا اي حد بيقصد اي حاجة. عن اذنك. خلاص يعني ايه بقى؟ هو لغز ولا هي اللي لغز؟ اكيد هي اللي لغز، واكيد في حاجة كبيرة قوي في حياتها. هي ايه؟ ما قدرتش اعرف، مع اننا اتكلمنا كتير قوي مع بعض، اتكلمنا زي الكتاب المفتوح. معرفش، حسيت ان انا عاوز اقول لها كل حاجة عن حياتي. حتى سالي؟ حتى سالي. متصورش يا هاشم احنا قعدنا نتكلم مع بعض قد ايه، بس الوقت فات كده زي الثواني. ومعرفتش تاخد منها ولا معلومة؟ هي معلومة واحدة بس، انها رسامة وانها خريجة معهد فنون الجميلة.
جماعة الفنانين دول بيبقوا لسعين شوية. انت بتقول عليهم لسعين، انا بقول درجة حساسية زايدة. لكن ما عرفتش هي ساكنة فين هنا؟ اكيد في الكومباوند. ليه بتسأل؟ يعني كان ممكن نبعت عم سالم الغفير بتاعنا يسأل الغفير بتاعهم قاعدة مع مين، باباها مين، مامتها مين كده يعني. هي باباها ومامتها ميتين، بس في حاجة هي قالتها هي اللي باني جدا. قالت كلكم ما تقصدوش الأول، لا انت ولا هو ولا هي، اموت اعرف مين هو ومين هي. مين هو ومين هي؟ اللي انت بتقوله ده عزيز شغل مجانين، والبنت دي حاجة من اتنين، يا اما بنت بريئة جدا وفي حياتها مشكلة كبيرة، يا اما هي نفسها شخصية خطيرة. وفي الحالتين انا رأيي ناخدها من قصرها ونرجع لمصر تاني. مش هنرجع لمصر تاني يا هاشم لغاية لما اعرف ايه الحكاية. ليه بنت رقيقة كده والدموع دايما مليئة عليها؟ ليه قلبي بينخطف كل ما بشوفها؟ عزيز الكلام ده متكرر، انا شخصيا سمعته قبل كده على سالم. انت قلبك ده ايه يا اخي؟ قلبي ده بيدق دقه زياده كل ما بشوف البنت دي. باين. يلا يا استاذ روح غير هدومك عشان عزومه احمد فهمي ده بالذات ما اقدرش اعتذر له. ولا تقدر تعتذر له ولا تقدر تعتذر لبنته سلمى. خليني حرام عليك يا اخي، بنت بقالها مده وهي بتحاول تفهمك ان هي بتحبك. انا يا سيدي مش متضايق من الشعور ده لان عمري ما خدعتها. يلا والنبي احسن، كل شغلنا انت عارفه مع احمد فهمي، هو عارف ان انا وانت لوحدنا هنا. يلا قوم البس. مسكينه سلوى، حقيقي مسكينه. التليفون رد انا ولا ايه؟ ايوه قولي ان انا نايمه. حاضر. الو. ايوه يا بيه، احنا كويسين الحمد لله. ست سراب دي نايمه بقالها مده، اصحيها لك؟ حاضر حاضر يا بيه، بس حضرتك قلت. حاضر حاضر يا بيه، مع السلامه. بيقول الموبايل. بس حضرتك قلت. حاضر حاضر يا بيه، مع السلامه. بيقول الموبايل بتاعك مقفول وكان عايز يطمن عليك. خلاص هو يعني هيقول ايه مهم؟ على رايك يا بنتي، قال لي قاعدين يكركوا شغلك جايين. هما جايين؟ لا يا حبيبتي هو ما قالش كده، هو كان عايز يطمن عليك. طيب خدلك العشاء؟ لا لا لا. طب حملك كوبايه لبن سخنه وحصلك. لا النبي انا هدخل اوضتي انام. يا رب استرها معانا. اهدي يا كريم. قد ايه كان لطيف وقد ايه انتي كنتي سخيفه، قد ايه كان مهتم بيكي وانتي قولي تبعدي. انتي من سنين طويله ما حسيتيش الاحساس ده. عزيز سلطان، عزيز سلطان، يا ترى عايز منك ايه وهتقدري انتي تديله ايه؟ انتي لازم تبعدي عنه بأسرع ما يمكن. فاهمة يعني ايه بأسرع ما يمكن؟ الجمبري ده بقى انا بعمله بنفسي. دي الحاجة الوحيدة اللي بتعرف تعملها على فكرة. فوتها لها بقى يا عنكر المرات. ماشي. عزيز انا ما بعرفش اعزف، انت طبعا في بيتك. استنى يعني نور يا هاشم بيه. ازيك يا فندم، منور بوجودك. على فكرة انا هستلم شغلي مع فوفي بمجرد ما ارجع مصر. انتي بس؟ لا طبعا، وانا اقدر اتحرك من غيرك. على اذنكم. اتفضل اتفضل. الو. الجو هنا يجنن بجد، انا مش عايز ارجع مصر. ولا انا بجد يا عزيز. هو انت هتقعد هنا شويه؟ انا شخصيا لازم انزل مصر، ورانا اشغال كتير قوي متعطله. ولا اشغال متعطله ولا حاجه، احنا بنحل كل حاجه بالتليفون. انا شخصيا محتاج اجازه كبيره، اجازه طويله قوي. على كل حال احنا هنشوف بعض بعد كده كتير قوي. بابي قال لي على الشغل الجديد مع المجموعه بتاعتكم.
عزيز، هو انت معايا؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا مؤاخذة يا جماعة، الحقيقة الجمبري فعلا حلو. الحفلة كانت حلوة قوي، احمد فهمي ده راجل كريم جدا. هو فعلا، بس قول لي يا هاشم، الناس كلها كانت مبسوطة وترقص وتغني وانت بتقعد لوحدك كده وساكت، ايه حد يعني ايه؟ بس والله مش عارف يا عزيز، بس سيبك من ده كله، انا عايز اسالك سؤال مهم قوي. اتفضل يا سيدي اسال. انا النهارده اتاكدت ان سلوى فعلا بتحبك يا اخي، حرام عليك اللي انت بتعمله معاها. ايه اللي مطلوب مني يا هاشم؟ انا شايف ان سلوى تنفع تبقى زوجه كويسه قوي. ايوه بس انا عمري ما حسيت بحب ناحيتها. وبعدين يا اخي لو هي عاجباك قوي كده انا ممكن اخطبها لك. ايه اللي انت بتقوله ده يا عزيز؟ ما انت عارف ان انا جربت حظي وحبيت قبل كده وفشلت، ما عنديش استعداد اجرب تاني وافشل. انا اسف يا هاشم، انا ما اقصدش، انا بس قلقان عليك من الوحده اللي انت عايشها دي. مين قال لك ان انا عايش وحده؟ انا بعيش الحب للحب، ومين عارف ده امتى هيحصل تاني. بتتهمني بالرومانسيه؟ دي انت غرقان رومانسيه يا اخي. بجد يا عزيز فكر في سلوى مره تانيه، حرام الواحد من الصعب قوي ان يلاقي واحده بتحبه بالشكل ده. عشان خاطري ممكن نغير الموضوع ده، زي ما بقول لك كده، انت لو عشت حاله الحب اللي انا عايشها مع سلام هتفهم وتعذرني في اللي انا بعمله مع سلوى.
مساعده.